السلام عليكم. فيديو مهم وانتظرتوه طويلا، وأفضل شاشات الألعاب. صحيح أن في هذا الفيديو بنقترح عليكم موديلات لأفضل الشاشات اللي موجودة في السوق حاليا، لكن في نفس الوقت نبي نعلمكم عن أهم العناصر اللي لازم نعرفها عشان نتخذ قرارنا في شراء شاشة ألعاب، بحيث بعد هذا الفيديو حتى أنتم يصير عندكم القدرة تتخذون قراركم بنفسكم. نبي الفيديو هذا يكون مفيد جدا لكم ويصير مرجع لأكبر عدد من الأشخاص لفترة طويلة. إذن يلا نبدأ، وأول عنصر بنتكلم عنه هو تقنية العرض. مثل ما شاشات التلفزيون الكبيرة تستخدم فيها تقنيات عرض مختلفة، كذلك الحال في شاشات الألعاب للكمبيوتر. لذلك خلونا نفصلها بشكل مختصر بدون ما ندخل في تفاصيل معقدة. النوع الأول اسمه Vertical Alignment، أو اختصارا يطلق عليه VA، وتتميز بشكل عام بقوة الألوان والتباين وعرض ألوان أسود عميقة. النوع الثاني اسمه Twisted Pneumatic، أو اختصارا TN، وتتميز بسرعة الاستجابة فيها وتعتبر الأقل تكلفة. النوع الثالث اسمه In-Panel Switching، أو اختصارا IPS، وهالنوع يتميز بأداء المتوازن في أغلب الجوانب وأيضا زوايا المشاهدة الممتازة، والتقنية هذه تعتبر هي الأكثر استخداما في جميع المجالات حتى في الجوالات. وفي تقنيات جديدة يتم تطويرها وتجربتها، بعضها تعتبر تطور للتقنيات اللي ذكرناها قبل شوي. ما في أي تقنية تعتبر مثالية، كل واحدة منهم لها مزاياها وعيوبها، لذلك الأفضل الآن هو قراءة انطباعات المجربين من نقاد ولاعبين عشان نأخذ أفضل فكرة عن أداء كل شاشة، لأن حتى الشاشات اللي تستخدم نفس التقنية مش دائما لها نفس العيوب والمميزات. حجم الشاشة، عشان نكون واقعيين تجربة ألعاب الفيديو تكون أروع لما الشاشة تكون أكبر، خصوصا في ألعاب المغامرات السينمائية والألعاب الرياضية والسباقات. لكن في فئة معينة من اللاعبين، تحديدا لاعبي الرياضة الإلكترونية، يحبون الشاشات تكون أصغر، وأكثر شيء يفضلونه هو بين 24 إلى 27 إنش. السبب هو أن الشاشة الصغيرة ما تتعبهم في متابعة أغلب اللي يصير على الشاشة، بحيث يحركون عينهم ورأسهم بأقل قدر ممكن. طبعا طلع أيضا أنواع شاشات مختلفة عن التقليدية، مثل الشاشات العريضة جدا. تتذكرون زمان لما كنا نجيب ثلاث شاشات ونصفها جنب بعض؟ الحين ما يحتاج، لأن تقدر تشتري شاشة واحدة تكون عريضة جدا وتعطيك زاوية رؤية غير مسبوقة في الألعاب. بس انتبه، مش كل لعبة تدعم طريقة العرض هذه. بعض الألعاب تمطلق الصورة فقط وتوهمك أنها تستغل الشاشة العريضة، لكن بعض الألعاب الثانية فعلا تدعم الشاشة العريضة جدا وتعطيك زاوية رؤية كبيرة تخليك تشوف عناصر كثيرة في نفس الوقت على الشاشة. نقطة أخيرة قبل ما نختم موضوع حجم الشاشة، لازم ناخذ في الحسبان المكان اللي نلعب فيه. بعض الشاشات حجمها بيكون مش مناسب لك، لذلك خذ مقاسات طاولتك بشكل دقيق وتأكد من حجم الشاشة قبل ما تشتريها. الدقة، دقة الشاشة نقطة مهمة جدا أثناء الشراء. كل ما ارتفعت الدقة كل ما حصلنا على صورة أفضل، لكن هذا بيأثر على السعر أكيد. أكثر الدقات المستخدمة هذه الأيام بتكون كالآتي: 1080p، وهذه أقل دقة بتشوفها حاليا، 1440p، أو كما يسميها البعض 2K، وهي دقة منتشرة حاليا بكثرة وتعتبر الأكثر اعتدالا من ناحية جودة الصورة والسعر لأغلب اللاعبين. وأخيرا دقة 4K، وهي دقة عالية جدا وبيكون أثرها واضح سواء على السعر أو أداء جهازك. بالحديث عن أداء جهازك، لازم تأخذ بالحسبان كرت الجرافيكس اللي تستخدمه. بعض الكروت قدراتها محدودة، بالتالي ننصح بشاشة 1080p، بينما في كروت قدراتها أعلى فناخذ لها شاشة 2K، وفي كروت الشاشة من الفئة العليا واللي تقدر على دقة 4K. المنافذ، مهم جدا نعرف المنافذ المتوفرة في الشاشة وتقارنها باستخدامك وحاجتك. أغلب الشاشات بتحصل فيها على الأقل منفذ DVI واحد ومنفذ HDMI واحد. إذا كنت تشبك أكثر من جهاز بالشاشة، خلنا نقول مثلا عندك PlayStation أو Nintendo Switch، بيكون مفيد يكون عندك منفذين HDMI على الأقل. المنافذ الإضافية ممكن تشمل منفذ USB يساعدك تشبك سماعات الرأس أو إكسسوارات أخرى. الاستجابة، الاستجابة شيء مهم جدا في شاشات الألعاب، والمقياس الأول لها بيكون اسمه Pixel Response، ومثل ما هو مبين بالاسم فهو يتعلق بسرعة تغيير البكسلات على الشاشة، وإحنا نحتاج هالرقم يكون صغير قدر الإمكان عشان تحصل على صورة سلسة قدر الإمكان، ويقاس بالجزء من الثانية أو الملي سكند، وتحتاج هالرقم يكون ما بين 2 إلى 4 أجزاء من الثانية عشان تحصل على أفضل تجربة ألعاب ممكنة. واستجابة البكسل تتم بطريقتين:
النوع الأول يدعى GTG وهو اختصار لجملة Gray to Gray، وهو الزمن اللي يحتاج البكسل للانتقال من اللون الرمادي إلى اللون الرمادي مرة أخرى، وهذه الطريقة مرتبطة بتكوين الشاشة وتكوين البكسل، وهي الطريقة الأكثر استخداما. الطريقة الثانية هي MPRT وهي اختصار لجملة Moving Picture Response Time، وهي تقيس وقت رؤية البكسل وليس تحول البكسل مثل GTG. MPRT تعتبر الطريقة الأفضل والأدق في قياس زمن الاستجابة، لكن أحيانا تسبب حركة ضبابية وتعرف بموشن بلور. المقياس التالي اسمه Input Lag، وهو يقيس الوقت ما بين ضغط الزر على الكيبورد أو اليد إلى تنفيذ الأمر على الشاشة. هالوقت لازم يكون قصير قدر الإمكان، وبيكون مؤثر جدا خصوصا للألعاب التنافسية. أخيرا Refresh Rate، وهو معدل تحديث الشاشة، ويحسب عدد المرات اللي تقدر الشاشة تعرض فيها صورة جديدة بالكامل خلال ثانية واحدة، ويقاس هذا الشيء بالهرتز. وطبعا كل ما ارتفع الرقم كل ما حصلنا على صورة سلسة أكثر، خصوصا للألعاب اللي فيها أكشن سريع. كل الشاشات تدعم أقل شيء 60 هرتز، وهو مناسب للألعاب اللي تشتغل على 60 إطارة وأقل، لكن مؤخرا بدأ الرقم يزيد بشكل كبير، وصرنا نشوف شاشات 120 و144 و240 هرتز وأكثر. الآن نتكلم عن مزامنة معدل الإطارات المتغير، أو كما يعرف باسمه التجاري G-Sync أو FreeSync. وأحياناً وانت تلعب بيكون عندك شاشة خلونا نقول معدل تحديثها 120 هرتز، لكن لعبتك جالسة تشتغل على معدل إطارات متغير، يعني أحياناً يكون 60 أو 80 أو 100 إطار أو أكثر. هذا الشيء يأثر على الصورة، وبالتالي يسبب مشكلة مألوفة جداً اسمها Screen Tearing، ونشوفها على شكل تقطع في الصورة اللي تظهر على الشاشة. لذلك شركات صناعة كروت الشاشة اخترعوا تقنية مزامنة، فكرتها انها تخلي كرت الشاشة الخاص بجهازك هو اللي يتحكم بمعدل تحديث الشاشة بدل ما الشاشة تتحكم بنفسها. بكذا يضمن انه اللعبة والشاشة على توافق تام من ناحية سرعة الإطارات. لما تجي تشتري شاشة جديدة احرص ان تقنية المزامنة الموجودة فيها هي اللي يدعمها كرت الشاشة الخاص فيك، بالتالي G-Sync اذا كان كرتك من انفيديا او FreeSync اذا كان كرتك من AMD. ولازم تعرف ان مش كل كروت الجرافيكس فيها دعم التقنية، ولا كل الشاشات تدعمها ايضا. تقنية الالوان HDR، وهي تقنية تساعد على عرض الالوان بشكل افضل واوسع، وايضا تحسن من المناظر شديدة الظلام او الاضاءة. لكن أنا هذه النقطة بالذات ما راح أعطيها أهمية كبيرة، لأن للأسف نظام ويندوز تطبيقه لتقنية HDR ضعيف جدا مقارنة مثلا بأجهزة الألعاب المنزلية مثل بلايستيشن وإكس بوكس. بس إذا كنت مهتم فيها أو تبي تستثمر فيها للمستقبل لعل وعسى ويندوز يحسن من أدائه، فاحرص أن شاشتك تدعم HDR. والشاشات بتنقسم إلى فئات حسب قوة الإضاءة في نمط HDR، وتبدأ تقريبا من 400 نتس وتصل إلى 1600 نتس. مواصفات أخرى، رغم أننا شملنا أشياء كثيرة مهمة، إلا أن في بعض الأمور تختلف أهميتها من شخص لآخر، فانتبه لها لما تجي تشتري، مثل إمكانية تحريك الشاشة سواء أفقيا أو عموديا. أيضا البعض يحب يحط الشاشة بالكامل بالطول، وما ننسى بعض الشاشات الجديدة تتيح لك تشغيل ألوان RGB، وهالشيء مهم للأشخاص اللي يحبون يسوون جو في السيتاب الخاص فيهم. الآن بعد ما شرحنا أساسيات الاختيار والأمور المهمة اللي لازم تأخذها بالحسبان، جاء الوقت لفريقنا عشان يقترح عليكم أفضل الشاشات المتوفرة حاليا من وجهة نظرنا في تاريخ نشر الفيديو، وبنعطيكم اختياراتنا بناء على الاستخدام الخاص باللاعبين. والبداية بتكون مع أفضل شاشة ألعاب للرياضة الإلكترونية. الاقتراحات التالية بتكون لمحبي الألعاب التنافسية بشكل عام، ومش شرط تكون لاعب رياضة إلكترونية. المهم في هذه الفئة هو سرعة الاستجابة بالمقام الأول. بيكون عندنا اقتراحين، الشاشة الأولى بتكون من الفئة العليا واللي اخترناها، وهي ASUS ROG Swift PG259QN. تقنية العرض هنا IPS، وحجم الشاشة 24.5 إنش، دقتها 1080p، وسرعة الاستجابة بتكون جزء من الثانية استخدام GTG أو MPRT، وتعتبر هي أول شاشة في العالم بتردد 360 هرتز. ملاحظة مهمة بنقولها الآن بخصوص معدلات التحديث اللي بنذكرها في هذا الفيديو، وأنك تقدر توصلها فقط عن طريق وصلة DisplayPort. تدعم هذه الشاشة تقنية NVIDIA G-Sync ومتوافقة مع FreeSync، وتدعم تقنية HDR10. من ناحية المنافذ عندنا منفذ HDMI2 ومنفذ DisplayPort 1.4، وكإضافة فيها إضاءة خلفية للي يحبون هالشيء. أكثر شيء يميزها سرعة الاستجابة، وأبرز عيوبها السعر المرتفع. طبعا سعرها يعتبر مرتفع رغم دقتها المنخفضة، والسبب هو دعمها لتردد عالي في سرعة التحديث، وسعرها تقريبا $699. وفي نقطة مهمة بنقولها تخص كثير من الشاشات في الوقت الحالي، السعر اللي نذكره في هذا الفيديو هو وقت نشر الفيديو وممكن يتغير بعدين. أيضا بسبب ظروف السوق العالمي الحالية في كثير من الشاشات هذه متوقف تصنيعها أو مش متوفرة بالأسواق، لكن هالشيء ممكن يتغير مع الوقت. الشاشة التالية هي ViewSonic Elite XG270.
هذه شاشة ممتازة أخرى لمحبي الألعاب التنافسية وبسعر أرخص من الشاشة السابقة. تقنية العرض هنا IPS وحجم الشاشة 27 إنش، دقتها 1080p وسرعة الاستجابة جزء من الثانية باستخدام طريقة GTG. وتقدم هذه الشاشة معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز، تدعم تقنية NVIDIA G-Sync ومتوافقة مع FreeSync، وتدعم أيضا تقنية HDR400. أكثر شيء يميز هذه الشاشة هو سرعة الاستجابة، سعرها تقريبا $399. الآن ننتقل لفئة مختلفة من الشاشات، وتحديدا للي يبحث عن أفضل شاشة ألعاب من ناحية جودة الصورة. مش كل الأشخاص يحبون الألعاب التنافسية، البعض يحب ألعاب المغامرات الفردية ويحب يستمتع بالجرافيكس والرسومات أكثر من أي شيء ثاني، خصوصا لما نتكلم عن ألعاب مثل سايبر بانك، ريزنت إيفل، ديث ستراندينج وما شابه. طبعا أول شيء عشان تحصل على أفضل جودة للصورة لازم تكون الشاشة 4K. بالنسبة لنا أفضل شاشة بهذه الدقة هي LG 27GN950-B. تقنية العرض هنا هي IPS وحجم الشاشة 27 إنش ودقتها 4K، سرعة الاستجابة فيها 1 جزء من الثانية باستخدام GTG، معدل التحديث هنا هو 144 هرتز. تدعم هذه الشاشة تقنية NVIDIA G-Sync متوافقة مع FreeSync، وتدعم HDR600. أكثر ما يميزها جودة الصورة والألوان ودقتها، بينما أبرز عيوبها السعر المرتفع وسعرها راح يكون $799. طبعا من أهم عوامل الحصول على صورة قوية هو الحصول على تطبيق ممتاز لتقنية HDR. للأسف مثل ما قلنا سابقا HDR في البي سي بشكل عام محبط بسبب نظام ويندوز، لكن إن كنت تهتم فيه بكل الأحوال أو تستخدم الشاشة مع جهاز آخر يدعم HDR فهذه أكثر شاشات ننصحكم فيها. الأولى هي أسوس روك سويفت PG27UQ. تقنية العرض هنا IPS، حجمها 27 إنش ودقتها 4K، وتدعم تقنية التعتيم المحلي أو اللي يسمى Local Dimming، لأنها تستخدم تقنية Full Array اللي صرنا نشوفها في التلفزيونات الكبيرة بكثرة مؤخرا. سرعة الاستجابة هنا 4 أجزاء من الثانية باستخدام GTG، معدل التحديث 120 هرتز ويصل إلى 144 هرتز مع كسر السرعة. الشاشة تدعم تقنية NVIDIA G-Sync وتدعم HDR1000. أكثر ما يميزها جودة الصورة والألوان ودقتها، وبفضل دعم تقنية HDR وG-Sync بنفس الوقت، بينما أبرز عيوبها السعر المرتفع والحاجة البي سي قوي للاستفادة منها. بخصوص سعرها فهو $1999. Acer Predator X27. تقنية العرض هنا IPS والحجم 27 إنش ودقتها 4K، وتدعم تقنيات التعتيم المحلي أو اللي يسمى Local Dimming، لأنها تستخدم تقنية Full Array سرعة الاستجابة فيها 4 أجزاء من الثانية، معدل التحديث 120 هرتز ويصل إلى 144 هرتز مع كسر السرعة. تدعم الشاشة تقنية NVIDIA G-Sync وتدعم HDR1000. ولو تلاحظون أنها متشابهة جدا بالمواصفات لدرجة أنها ممكن تقول متطابقة مع الشاشة السابقة. أكثر ما يميزها جودة الصورة والألوان ودقتها، وأيضا دعم HDR وG-Sync بنفس الوقت، بينما أبرز عيوبها السعر المرتفع والحاجة البي سي قوي للاستفادة منها بأقصى حد. بخصوص سعرها فهو $1999. الآن خلونا ننتقل لنوع خاص من الشاشات ونتكلم عن أفضل شاشة ألعاب عريضة جدا أو اللي تسمى ألترا وايد. طبعا هذا النوع من الشاشات للي يحب ياخذ منظر كبير على اللعبة باستغلال كرت الجرافيكس الخاص فيه وبدون ما يحتاج يشتري أكثر من شاشة، وعندنا اليوم اقتراحين مرة متقاربين بالمستوى، لذلك لم راجع لك في اختيار أي واحدة منهم إذا تحب. الشاشة الأولى هي Acer Predator X35. تقنية العرض هنا هي VA وحجم الشاشة مثل ما هو واضح في الاسم 35 إنش، وتقدم الشاشة دقة 3440x1440 بيكسل، وهي من النوع المنحني بدرجة انحناء 1800. سرعة الاستجابة هنا بتكون جزئين من الثانية باستخدام GTG، بينما معدل التحديث بيكون 200 هرتز. تدعم تقنية NVIDIA G-Sync Ultimate وتدعم تقنية HDR1000. أكثر شيء يميزها جودة الصورة الرائعة ومعدل التحديث العالي، بينما أبرز عيوبها السعر المرتفع بطبيعة الحال واللي بيكون $2399. الشاشة التالية هي Asus ROG Swift PG35VQ. تقنية العرض هنا هي VA وحجمها 35 إنش، وتقدم الشاشة دقة 3440x1440 بيكسل، وتدعم تقنيات التعتيم المحلي أو اللي يسمى Local Dimming، وتستخدم تقنية Full Array. أما سرعة الاستجابة بتكون جزئين من الثانية باستخدام GTG، معدل التحديث بيكون 200 هرتز، وتدعم تقنية HDR1000، وتدعم أيضا NVIDIA G-Sync Ultimate. أكثر شيء يميزها جودة الصورة الرائعة ومعدل التحديث العالي، بينما أبرز عيوبها السعر المرتفع لأن سعرها $2499. وهذه تقريبا أغلى شاشة استعرضناها في وقت الفيديو الحالي. الآن بعد ما تكلمنا عن الشاشات اللي تتميز بجوانب معينة بشكل واضح، خلونا نتكلم عن شاشات ممتازة للاستخدام بشكل عام في الألعاب بدون تحديد.
أفضل شاشة ألعاب بشكل عام، وبتنقسم الاقتراحات هنا بناء على دقة الشاشة واللي تعتمد عليك أنت وميزانيتك وكرت الجرافيكس اللي تستخدمه. نبدأ بدقة 2K. خيارنا الأول هو Razer Raptor 27. تقنية العرض هنا هي IPS، حجمها 27 إنش ودقتها 1440p أو اللي يسمى 2K. سرعة الاستجابة هنا 4 أجزاء من الثانية باستخدام GTG. معدل التحديث بيكون 144 هرتز. تدعم الشاشة تقنية Nvidia G-Sync وأيضاً AMD FreeSync، وتدعم HDR 400. أكثر ما يميزها تصميمها الجميل وخيار ترتيب الأسلاك، وأيضاً جودة الألوان في الشاشة ودعم تقنيات VRR جميعها. بينما أبرز عيوبها سعرها مرتفع، خصوصاً أنها ما تدعم 4K، وبخصوص السعر بيكون 699 دولار تقريباً. شاشة التالية هي Samsung Odyssey G7. تقنية العرض هنا هي VA، وحجمها 27 إنش ودقتها 1440p أو 2K، وتدعم تقنيات التعتيم المحلي أو اللي يسمى Local Dimming. طبعاً هي من نوع الشاشات المنحني، بل تعتبر أشد شاشة انحناءً في العالم وبدرجة 1000R. سرعة الاستجابة هنا هي جزء من الثانية باستخدام GTG، معدل التحديث هنا 240 هرتز. تدعم الشاشة تقنية Nvidia G-Sync وأيضاً AMD FreeSync Premium، وتدعم HDR 600. أكثر شيء يميزها تصميمها الجميل، أدائها القوي بمعدل تحديث عالي وسرعة استجابة كبيرة. بينما أبرز عيوبها سعرها المرتفع، خصوصاً أنها ما تدعم 4K. هذه واحدة من الشاشات القليلة جداً اللي متوفرة بشكل رسمي في السعودية، وسعرها عندنا حالياً في وقت الفيديو 2999 ريال، بينما سعرها العالمي هو تقريباً 699 دولار. الآن ننتقل لدقة 1080p، وعندنا هنا شاشة أسوس TUF Gaming VG259Q. تقنية العرض هنا هي IPS، حجمها 24.5 إنش ودقتها هي 1080p. سرعة الاستجابة فيها هي 1 جزء من الثانية باستخدام MPRT، ومعدل التحديث هنا 144 هرتز. الشاشة متوافقة مع Nvidia G-Sync وكذلك AMD FreeSync. أكثر شيء يميزها تقدم أداء ممتاز، جودة صورة جميلة مقارنة بسعرها اللي يعتبر في متناول الكثيرين. سعرها هو 249 دولار. أخيراً في نقطة مهمة حابين نتكلم عنها، وهي الجهاز المستخدم مع الشاشة. في أغلب الأحوال نعرف أنكم تستخدمون جهاز PC مع الشاشة، يعني بتوصلون الشاشة بالجهاز عن طريق منافذ كرت الجرافيكس. لكن إيش يصير لو الجهاز اللي ناويين تستخدمونه مش PC؟ يعني خلونا نقول جهاز كونسول. تقريباً تقدرون تأخذون أي جهاز كونسول وتشغلونه على أي من هذه الشاشات عن طريق منفذ HDMI بشكل طبيعي. أجهزة الكونسول من الأجيال السابقة تشتغل معاك هنا بدقة 1080p أو 4K حسب جهازك، وسرعة إطارات تصل إلى 60 إطار في الثانية. أجهزة الجيل الجديد عندها قدرة على عرض معدل إطارات أعلى يصل إلى 120 هرتز. جهاز بلايستيشن 5 يقدر يصل إلى معدل 120 إطار على دقة 1080p مع بعض الشاشات اللي ذكرناها في هذا الفيديو عبر منفذ HDMI 1.4 أو أعلى. فتأكد بنفسك قبل الشراء إذا كان متوافق مع الشاشة أم لا. وجهاز Xbox Series X يقدر يوصل معدل 120 إطار على دقة 1080p أو 1440p مع بعض الشاشات اللي ذكرناها في التقرير عبر منفذ HDMI 1.4 أو أعلى. لكن في حالة هي الوحيدة اللي بننصحك فيها أنك تبتعد عن الشاشات اللي ذكرناها اليوم، وهو لو أنك ناوي تشغل عليها أجهزة الجيل الجديد زي PS5 أو Xbox Series X بدقة 4K وتبغى توصل لمعدل إطارات 120. السبب هو أن معدل إطارات 120 على دقة عالية مثل 4K بيطلب نقل بيانات أكبر، وهذا الشيء فقط يتحقق عبر منفذ وسلك HDMI 2.1 مع هذه الأجهزة الجديدة. للأسف حتى اللحظة هذه ما تم إطلاق أي شاشة كمبيوتر تدعم منفذ HDMI 2.1، لكن خلال معرض CES الحالي بدأت الشركات تعلن عن شاشاتها الجديدة اللي تدعم هذا المنفذ، وبتنزل في سنة 2021 الحالية. وطبعا متوقع ان اسعارها تكون عالية، بنظرنا بتكون تتجاوز 1000 دولار، فاذا هذه الميزانية ما تناسبك انسى هذا الشيء تماما. الان باللحظة هذه وبعد ما شفتوا كل هذا في هذا الفيديو، ما تعتقدون ان نستحق اشتراك بالقناة؟ اذا كنتوا اوريدي مشتركين احنا جدا فخورين فيكم، فعلوا الجرس زيادة عشان ما يفوتكم اي تنبيه اذا جاء فيديو زي هذا مستقبلا، واعطونا لايك على الفيديو واستمروا بدعمكم الرهيب لنا، وبإذن الله نستمر بتقديم فيديوهات رائعة ومفيدة لكم ان شاء الله بإذن الله مثل هذا الفيديو. يعطيكم الف 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 عافية على المتابعة، ومع السلامة.